مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من تفاعل نت. مشاهد كثيرة غصت بها منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل معها المدونون والمغردون بشكل كبير جدا. أزمة حقيقية تواجه المجتمعات العربية في ارتفاع معدلات الطلاق، فمن المحيط إلى الخليج تزداد كل سنة نسب المطلقين والمطلقات. تتصدر مصر قائمة الدول العربية بحالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، و40% من الزيجات تنتهي بالطلاق في 5 سنوات الأولى. وفي الأردن يتم تسجيل 60 حالة طلاق في اليوم الواحد. المغرب ليس ببعيد عن هذه الأرقام المهولة، فقد سجل المغرب 100,000 حالة طلاق في سنة واحدة. في موريتانيا أصدرت وزارة التنمية إحصاء يقول بأن نسب الطلاق في هذا البلد تصل إلى 31%، و60% من حالات الطلاق تحدث أيضا في 5 سنوات الأولى. الجزائر بدورها عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد الطلاق، حيث سجلت 70,000 حالة طلاق في سنة واحدة حسب ما أكده وزير العدل الجزائري، و80% من حالات الطلاق تحدث في 5 سنوات الأولى. تونس أيضا سجلت 15,000 حالة طلاق في سنة واحدة. مرحبا بكم. مع الساعة 0 لرفع الحجر الصحي في المغرب، انفجرت بؤرة لكورونا في مدينة القنيطرة في وحدات صناعية للفراولة أو الفواكه الحمراء. هذه البؤر وصلت في يوم واحد إلى أزيد من 500 حالة. بؤرة للا ميمونة دفعت بالسلطات المحلية إلى عزل المنطقة كليا، لكن السكان احتجوا على هذه الإجراءات لأن المراقبة لم تكن قبلية من طرف السلطات، خاصة في هذه الوحدات الصناعية التي يشرف عليها أجانب. نتابع جانبا من بعض الاحتجاجات في مدينة القنيطرة وبالضبط في منطقة للا ميمونة من طرف السكان في هذه البلدة. السكان رفضوا الحجر الشامل عليهم لأنهم ليسوا مسؤولين عما حدث في هذه البؤر الوبائية. نتابع تدوينة أبو سعد البيضاوي المغربي، يقول ارتفاع أعداد الكشف بدأ منذ شهور أو أكثر، ولم نشهد مثل هذا الارتفاع الذي حصل في للا ميمونة وعدد اليوم. المهم هو مسببات الارتفاع هي التي يجب أن تناقش لوضع حد لارتفاع الحالات حتى لا نعيش سيناريو كارثي كما وقع في بعض البلدان. الارتفاع المتواصل قد لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال للمصابين. فعلا فالمغرب عرف في الأيام القليلة الماضية نسبا كبيرة جدا لم تسجل منذ بداية الإصابة بالوباء في المغرب. نأخذ تدوينة أخرى وتغريدة لحديث المجتمع، يقول لعنة الوحدات الصناعية تلاحق المغاربة، وفاة شابين اختناقا ونقل آخرين للمستعجلات في وحدة لصناعة دقيق السمك بمدينة أكادير جنوب المغرب. لا زالت الوحدات الصناعية تخلق جدلا في المغرب وتحديدا في زمن وباء كورونا، إذ بعد ضجة للا ميمونة جاء الدور على وحدة صناعية متخصصة في صناعة دقيق السمك بأكادير. للإشارة فإن المغرب قد شرع قبل يومين في رفع الحجر على أغلب مدن المغرب باستثناء بعض المناطق. من المغرب ليس بعيد نتحول إلى تونس. انتشرت وسوم كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو للرئيس التونسي قيس سعيد في باريس أثناء مناقشة مع أحد المواطنين من الجالية التونسية في تونس، وثار غضبا الرئيس التونسي مما استغرب الكثير من التونسيون لهذا الأمر. نتابع هذا الفيديو للرئيس التونسي وهو في حوار منفعلا مع أحد رعايا الجالية التونسية في فرنسا.
ولا وقفوا الضبط منهم كامور وانا هما يعملوا اتفقنا اتفاقية كامور ولا اتفقنا ما تبخاش ولا دورها ما تبخاش ما تبيعش تطوير انت اطفالك هما اطفالك هما نشعلوا التونسيون تفاعلوا بشكل كبير مع هذا المشهد في العاصمة الفرنسية باريس. نأخذ تغريدة لعباس يقول: هذا الشخص مواطن تونسي، أي الشخص الذي كان في نقاش مع الرئيس التونسي قيس سعيد في فرنسا، هذا الشخص مواطن تونسي من أبناء ولاية تطاوين التي تشهد احتقانا منذ أيام لعدم تطبيق الحكومة لاتفاق الكامور الذي يعطي الحق لأبناء الجهة بالتشغيل في الشركات البترولية. الغريب انفعال الرئيس غير مبرر وعدم صبره على الاستماع. فعلا فالرئيس التونسي انفعل بشكل كبير جدا، مما أثار حقيقة حفيظة واستغراب العديد من التونسيين. تغريدة أخرى لبسباس محمد أنور يقول: اللهم احفظ تونس من الفتن، جميع الأحزاب ليس لهم مصلحة الوطن بل يتناحرون بينهم لمصالح ضيقة وعندهم أيادي في الداخل والخارج وتدخلات من الخارج أصبحت مكشوفة للعموم كما يقول هذا المدون. نبقى في المنطقة المغاربية ونتحول الآن إلى الجزائر. وزير الصحة الجزائرية في تصريح صحفي قال بأن المنظومة الصحية في الجزائر فشلت بسبب ارتفاع عدد السكان. العديد من الجزائريين تهكموا على هذا التصريح على اعتبار أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام قليلة في إطار لقاءاته الصحفية قال بأن المنظومة الصحية في الجزائر هي الأفضل مغاربيا بل وحتى إفريقيا. نتابع تصريح وزير الصحة الجزائري في هذا المقطع. تحقيق وتحقيقات وبائية حقيقة مع ارتفاع عدد السكان في الجزائر أكثر من 40 مليون، والقطاع ما تبعش أولا ما تبعش ارتفاع العدد وما تبعش تطور الطب. والشيء آخر ثاني أن المواطن الجزائري ليس المواطن اللي عنده 20 و30 سنة، يطالع عبر انترنت عبر كلش وكله يطالب وعنده حق. تدوينات كثيرة وتغريدات كثيرة أغلبها تهكمية على تصريح وزير الصحة الجزائري. نتابع تدوينة أو تغريدة لإسمايل يقول بالدارجة الجزائرية: يهدر من نيتو السيد، لا من نيتو. الصين عندها مليار ونصف ما فشلتش، أمريكا ما يقارب 350 مليون ما فشلتش، تجي انت ب 44 مليون تقول لي ارتفاع عدد السكان، بصح يجي نهار تخلصوا عليها بإذن الله، يقول متسائلا ومتهكما هذا المدون سمايل. تدوينة أخرى كذلك معلقة على تصريح وزير الصحة الجزائري عفوا، نينة تقول: وزير الصحة يقول المنظومة الصحية في الجزائر ضعفت وفشلت بسبب ارتفاع عدد السكان، وتبون الرئيس الجزائري قبل أيام قال نمتلك أحسن منظومة صحية في المغرب العربي وفي أفريقيا. شكون راه يكذب؟ تتساءل هذه المدونة. نشاهد تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام حين قال بأن الجزائر هي المنظومة الصحية في الجزائر هي الأفضل مغاربيا وعربيا وإفريقيا عفوا. لاجنس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية تاع حماية المواطن، طب المجاني مثل ما كان طب مجانية التعليم مثل كذا كانت ماشية، استثمارات بآلاف الملايير. ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصال دسوة. نبقى في الجزائر دائما. تعديل حكومي أقدم عليه الرئيس تبون بتغيير بعض الوزارات واستحداث وزارات جديدة. قد يبدو الأمر بالنسبة للجزائريين عاديا كما كانوا يقولون، لكنهم تفاعلوا بشكل خاص مع تعيين الوزيرة والمصارعة الجزائرية السابقة سليمة سواكري وزيرة منتدبة مكلفة برياضة النخبة. انتشار واسع لهاشتاكات بسبب تعيين هذه السيدة وهذه الرياضية السابقة في منصب وزيرة. نتابع أولا تصريح لها الوزيرة سليمة سواكري أثناء تسلمها لمنصبها الوزاري في الجزائر.
خاصة ونحن على أبواب مواعد رياضية هامة جدا اللي هي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وقبلها الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 وألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران الباهية عام 2022. إذن اليوم لازم كلنا نديروا يدينا في يدين بعض من أجل ترقية رياضة النخبة والرياضة بصفة عامة. تباين كثير وكبير في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي على تعيين هذه الوزيرة. نأخذ تغريدة محمد الذي يقول: هذه تنقلت بين المناصب والقنوات وتدريب المنتخب الوطني تاع الجيدو، ولم أرها نجحت أو واصلت في مهمة لمدة طويلة. سوريا حداد التي حققت نتائج أفضل منها وحققت برونزية الأولمبياد تم تهميشها، أما سليمة سواكري فتخرج من عمل وتنتقل إلى عمل آخر بسهولة كبيرة جدا، معلقين على أن هناك من يستحق أكثر من الوزيرة سواكري. تدوينة أخرى لمحمد من الجزائر يقول: قامة من قامة الرياضة الوطنية، ويقصد الوزيرة المعينة حديثا، أحسن مصارعة بدون منازع في تاريخ الجيدو الجزائري، ألقابها القارية والدولية لا تحصى ولا تعد. نسأل الله العلي القدير أن يوفقها في مهامها الجديدة. دعوتها للوزيرة. في فلسطين المحتلة هاشتاغ أحمد عريقات انتشر بشكل كبير جدا في منصات التواصل الاجتماعي. الشهيد قتله الجنود الإسرائيليون وهو ذاهب ليأخذ أو ليأتي بأخته في يوم زفافها. الشهيد ارتقى شهيدا أحمد عريقات كذلك قبل أسبوع من زفافه. نتابع مقطع لمقتل الشاب الفلسطيني أحمد عريقات والذي تابعناه في الحصة القادمة، لكن هذه المرة سنتابع ردود فعل عائلته. وبنستعد للعرس، هاي الاشي اللي كان عندنا امبارح، ما عندنا اي شيء انه ممكن احمد مقبل على اي عمليه او على اي شيء من هذا الاشي، لا عندنا هذا الشيء، لا. بيت مليان بالفرح والكل مستعد يروح على العرس، بس هذا اللي كان عندنا امبارح. وصل معظم اهل الدار، كل اشي على صالون، اشي على اللي يجيب اغراضه، وهو راح جاب سيارته اخر شيء اخذها يروح يزينها. هذا اللي صار لنا، طلع علي زينها بيت لحم وهيك بحب شغلته، هيك بتلاقي فجأة بطلع على ريحة يا بيت لحم، بحب أغراضه من برا. يعني بالنسبة له المسافات مش هالقد بعيدة، ما تبراش بعيدة لما بدي أحط يسويها. هذا اللي صار مع أحمد. كيف أجاكم الخبر؟ كيف عرفتوا القصة؟ أنا والله في البيت عرفت، وصلت بقول لي زوجي ابنك تصاوب كله مطاطي، بس بدك تسلكي عرس بنتك، انا بقول لك الاشياء حتى تندي، يعني هذا هو. بعدين للناس كلها على البر، اشي تحت واشي فوق واشي هاد، لحالي فهمت انه ابني استشهد. امبارح كان عندي عرسين، عرس صغير وعرس كبير، عرس احمد عرسه كان 29/5 وتأجل بسبب الكورونا والاحداث والاوضاع، تأجل 28/9. أهل الشهيد لم يتسلموا لحد الآن جثمان أحمد عريقات ليوارى الثرى، فانتشرت تدوينات كثيرة تحت وسم وهاشتاغ أحمد عريقات. ونأخذ تدوينة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، يقول: هذا فيديو سلطة الاحتلال إسرائيل وسيوضع أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. نتنياهو لا يزال يحتجز جثمان الطاهر لأحمد، يمنعون من دفن أحبتنا. ولهؤلاء الذين لا يخجلون، الذين يقولون أن هم وإسرائيل يتشاركون في هذه القيم الإجرامية، ما هو الثمن الذي تريدون للإفراج عن جثمان أحمد الذي ما زال محتجزا عند الإسرائيليين؟ نأخذ كذلك تغريدة ليوب ناصر، يقول: يجيب الدكتور صائب عريقات: يا دكتور، أولا تعازينا الحارة لكم وللشعب الفلسطيني، ثانيا هذا يحصل دائما مع الضعيف، لو كنتم بموقع القوي لكان الوضع مختلفا تماما، يسقط الشهداء ولا أحد يدافع عنهم. يقول هذا المدون في هذه التغريدة التي يجيب فيها على الدكتور صائب عريقات. من فلسطين المحتلة نتحول إلى البرازيل. الرئيس البرازيلي وعلى مقربة من الانتخابات الرئاسية في البرازيل
خرج في تجمع كبير دون احترام احترازات كورونا ولم يلبس الكمامة بل ورفض لبسها، وقال في تصريحات صحفية بأن كورونا لا تعد كونها فرقعة إعلامية. لكن القضاء البرازيلي أصدر حكما يجبر الرئيس البرازيلي على لبس الكمامة، وكان فعلا ذلك. بعد انتظار دام 30 سنة ليفربول يحتفل باللقب. أنصار الفريق خرجوا إلى الشارع رغم أن إيطاليا تعرف عددا كبيرا من الوفيات بسبب كورونا، إلا أن هذا لم يمنع المشجعين من الخروج والاحتفال مع فريقهم ليفربول بالتتويج باللقب. نعود إلى الوطن العربي في مصر. قصة ليست قصة فيلم ولا رواية. مقتل إيمان عادل الزوجة المصرية أمام أنظار طفلها الصغير بتحريض وتخطيط من زوجها العراقي أحمد، وتم تنفيذ العملية من طرف عامل البناء. الاتفاق كان يقول بأن يتم فقط الدخول على هذه الزوجة التي رفضت الطلاق حتى يتزوج زوجها مرة ثانية، وكذلك أهل الزوج رفضوا طلب ابنهم أحمد، على أساس أن يذهب عامل البناء ويغتصب هذه الزوجة فيتم التشهير بها في وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم يقوم بتطليقها. لكن السيدة الشريفة العفيفة دافعت عن عرضها، فقام العامل البناء بقتلها خنقا أمام أنظار طفلها. هذا المشهد هز مصر وهز العالم العربي ككل، وتناقلته وسائل الإعلام بشكل كبير جدا، وانتشرت تدوينات كثيرة أيضا تطالب القضاء المصري بالحكم بالإعدام على الزوج وكذلك على القاتل. نتابع مشهدا لهذا الشخص الذي لبس النقاب حتى يتنكر ثم يدخل لشقة هذه الزوجة. واسم كبير تحت مسمى إيمان عادل، وكذلك إعدام حسين وإعدام أحمد. حسين هو عامل البناء وأحمد هو زوجها. نتابع أيضا رد فعل والد الضحية في هذا المقطع. المحل بتاعنا راجل بقال، وكنت في المشروع بجيب بضاعة. وصلت بعد ما وصلت من المحل، لقيت في واحد واقف مع زوجتي محمد السعيد اللي هو صح بتاع الفرن اللي جابوه هناك، بيقول لي زوجتي ان روحي لبنتك عشان انت مسرعه. فلسه ما روحش داخل المحل، لقيت امي مراتي بتقول لي ايه، انا اروح عند ايمان عشان ايمان مسرعه. قلت لها طب ماشي. فجه محمد السعيد قال لي حاج عادل حصل مراته. قلت له، قال لي طب لسه داخل البضاعه بتاعتي. قال لي حصل مراتك عشان الدنيا مقلوبه. فطبعا كلمه يعني الدنيا مقلوبه، يعني اعتبرت وسبت حاجتي ورحت هناك، لقيت فعلا الدنيا مقلوبه وفي ناس بتبص لي بصات غريبه وبتبص لي يعني مش فاهم ايه بالظبط اللي حصل لبنتي. فوصلت عند البوابه، الناس قالوا لي اطلع شوف في ايه. فلما طلعت لقيت في ناس الغفره بتاع البلد الحاج عزمي وفي واحد معاهم من الشرطه واقف على الباب وقال ممنوع الدخول لما الناس تيجي. هذه الجريمة النكراء ستكون محور فقرة الموالية حوار، والتي سنناقشها مع ضيفي من مصر الدكتور الأستاذ المحامي محمد إبراهيم. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. تابعتم معنا القصة الجريمة لإيمان عادل الزوجة المصرية التي قتلها عامل البناء بتحريض وتخطيط من زوجها العراقي. هذه الجريمة هزت المجتمع المصري وكل الشعوب العربية. إيمان قتلت خنقا أمام أنظار أعين طفلها الصغير. تفاعل هذه الجريمة ما زال مستمرا، حيث انتشرت وسوم وهاشتاغات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب القضاء المصري بالحكم بالإعدام على القاتل والزوجة.
لمناقشة هذا الموضوع يحضر معي عبر خدمة سكايب من القاهرة العاصمة المصرية الأستاذ المحامي محمد إبراهيم. الأستاذ محمد، بعد الترحيب بك، كما قلت جريمة نكراء بشعة هزت المجتمع المصري، مقتل إيمان عادل على يد رجل البناء بتحريض وتخطيط من زوجها. قانونيا كيف يمكن تكييف الملف؟ نحن كمحامين لا يمكن أن نحن طبعا نتدخل في هذا الموضوع إلا بعد تحقيقات النيابة والاطلاع عليها، ولا نقدر نحن ندلو بدلونا في مثل هذه الأمور إلا بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيقات النيابة العامة. أما غير ذلك فلا يحق لأي محامي إن هو يدلو بدلو في مثل هذه الجرائم، حتى نكون على بينة من الأمر. ويعني إحنا سمعين من وسائل التواصل الاجتماعي والصحف وكده، لكن حقيقة الموضوع يجب يتعين على أي محامي أن يطلع على أوراق تحقيقات النيابة أولا، حتى لا يعني نقول حاجات حقيقية شفناها بعينينا. نعم، لا قانون جنايات المصري في المادة 230 يشير بأن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد يصل إلى إلى الإعدام، أليس كذلك؟ طبعا لا أكيد، والقانون طبعا جرم مثل هذه طبعا الواقعة النكراء طبعا اللي احنا بنشجبها جميعا. بعيدا عن الشق القانوني أستاذ محمد، انتشار ظاهرة الطلاق في الوطن العربي وخصوصا في دول شمال إفريقيا، مصر تحتل الآن الصدارة على المستوى العربي في نسب الطلاق، وكان من بين الأسباب مقتل سناء هو مطالبة أو عفوا إيمان هو مطالبة زوجها بالطلاق ليتزوج مرة أخرى. في نظركم ما هي الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة الطلاق في الوطن العربي؟ أولا غياب الوازع الديني، ده رقم واحد. الرقم الثاني الأمور المالية والاقتصادية، عدم وجود الكفاءة بين الزوجين. الزوجة المصرية بتبقى عايزة تزوج بنتها بأي طريقة وبسرعة، وده طبعا احنا بنشكو في هذه الموضوعات. كذلك اختلاف المفاهيم واختلاف التفاهم بين الزوجين، في حاجات كتيرة أو غير النواحي المالية والاقتصادية اللي هو دايما بيقولوا عليها، لأ في حاجات أخرى كثيرة يتعين النظر إليها ومعالجتها وفقا للظروف. بعيدا عن الشق القانوني، هناك انعكاسات سلبية مثلا لمقتل لهذه الجريمة على مستوى خاصة الأطفال. هل المشرع المصري كيف يتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة وفاة أو مقتل أب من الآباء؟ كيف، هل هناك قوانين في مصر تحمي الأطفال في هكذا موضوع؟ نعم، المشرع المصري دائما وابدا بيصدر مجموعه قوانين لحمايه الطفل اولا والزوجه والزوج على حد سواء، كما ان الشرطه المصريه برجال العظام يقوموا باجراء التحقيقات اللازمه وكشف الحقيقه لصمود الجرائم في التو والساعه. كذلك النيابه العامه تقوم باجراء العديد من التحقيقات حتى تصل إلى المجرم الحقيقي، دون يعني لا تتعرض إلا للواقعة في حد ذاتها دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. والمحكمة هي التي تصدر حكمها وفقا للأدلة الموجودة في الأوراق. الأستاذ المحامي محمد إبراهيم، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا. شكرا. مشاهدي الأفاضل، نختم الحصة ببعض الرسوم الكاريكاتورية. ختام حصة تفاعل نت، ألقاكم في حلقة قادمة، مع التنويه إلى أن تبعثوا لنا عبر البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة بالصور والفيديوهات التي ترونها مناسبة لبثها في الحلقة. دمتم بخير والسلام عليكم.